الصحافة الكلية وتنتظر. ما الله هذا رأي الشعب. إذا العموم مجد المتتبع يقرأ شوتي من خلال المباشر تأكد أنه تأكد بالملموس أنه دنيا بطمة قبل قليل حضرت المحكمة هنا بمحكمة ابتدائية من أجل مواجهة سهام بنت سلطانة في جلسة اللي قرر قد تحقيق اليوم 21 يوليو من هذا الشهر بعد المتابعة ديالها في ملف حمزة مومبيبي. دنيا بطمة اللي جات مع الزوج ديالها في سيارة سوداء يعني لأجل الحضور بعد ما حضر كذلك المحامي ديالها النقيب أبو عشرين بالإضافة إلى سهام بنت والمحامي ديالها كذلك الأستاذ محمد الصباري. الآن الأطوار ديال الجلسة جارية الآن داخل هذه المحكمة ابتدائية وتأكد يعني بالملموس أنه دنيا باطمة حضرات الأطوار جلسة المتابعة ديالها في ملف حمزة مومبيبي بعد ما يعني تأجلت الجلسة السابقة لإعداد الملف. إذن كما سبق ودخل المتابع قناة شوفتي من خلال المباشر أنه دنيا باطمة اليوم تأكد الحضور ديالها بعد ما تبلات من هذا الباب يعني لما كانت في رفقة الزوج ديالها في سيارة سوداء يعني من هذا الباب يعني دخلت بحالها بحال جميع المتابعين في الملفات المعروضة أمام المحكمة الابتدائية هنا بمدينة مراكش في انتظار يعني آخر المستجدات وآخر تطورات الجلسة اللي الآن هذه تكون فيها المواجهة ما بين دنيا باطمة وكذلك الأطراف الأخرى بابتسام باطمة وعائشة عياش وصوفيا شاكيري المتحول جنسيا اللي الان يكونوا الان تم الاستقدام ديالهم من سجل الودايا من اجل المواجهه ديال مواجهه الاطراف هنا في جلسه امام قاضي التحقيق بمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش اللي كان اسبق وانه تاجلت الجلسه اليوم 21 يوليو الى حين اعداد الملف الان اللي اصبح جاهز لحدود الساعه. بخصوص دنيا باطمة المتابعه في حاله صراح مع الحراسه النظريه مع وضعها تحت الحراسه النظريه واللي متابعه في ملف حمزه مومبيبي المتخصص في التشهير وابتزاز الفنانين ورجال الاعمال المغاربه في المغرب وخارجها مع استمرار وضعات يعني كما سبقنا الحراسه المراقبه وسحب الجواز السفر ديالها وكذلك بالاضافه الى ايداع الشقيقه ديال ابتسام باطمة وكذلك عائشه عياش وصوفيا شاكيري المتحول جنسيا سجل الوداية ومتابعه مجموعه ديال الجناح من خلال يعني التحقيق التفصيلي اللي قام به قاضي التحقيق هنا بالمحكمه الابتدائية بمدينة مراكش اللي أنتج أدلة كافية على ارتكاب دنيا باطمة الجناح المشاركة في الدخول إلى نظام معلومة نظام معالجة الآلي للمعطيات عن طريق الاحتيال مشاركة عمدا في عرقلة تسير هذا النظام وإحداث اضطرابات فيه وتغيير طريقة المعالجة وتوزيع عن طريق الأنظمة معلومات وأقبال الأشخاص وصورهم دون موافقة وبث وقع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد. الأدلة كانت كافية لمتابعة دنيا باطمة بهذا يعني في هذا ملف حمزة مومبيبي بالإضافة يعني لنفس التهم اللي تتواجه الشقيقة ديالها ابتسام باطمة. عيشة عياش التي كانت مقيمة بدبي اللي تابعت يعني هي وصوفيا شاكيري متحول جنسي بجناح النصب وانتحال الصفة نظم القانون وشروط اكتسابها وتدخل بغير صفة في وظيفة عامة ومشاركة في التقاط وبث صور شخص دون موافقته وبقصد المساس بالحياة الخاصة والتشهير بهم. إذا هذو هما التهم اللي تتوجه كل من دنيا باطمة المتابعة في حالة صراح تحت المراقبة وضع تحت المراقبة بالإضافة إلى ابتسام باطمة اللي في سجل الوداية رفقة عيشة عياش وصوفيا شاكيري. كما سبق وذكر يعني لهذا الجلسه اليوم ديال 21 يوليو اللي تتحظى بواحد التغطيه خاصه
من طرف الجسم الصحفي اللي حاضر بقوة الآن أمام محكمة ابتدائية، ولتأكد بالملموس أن دنيا بطمة الآن في إحدى القاعات، يعني في قاعات هنا بالمحكمة الابتدائية، القاعة 5 بالمحكمة الابتدائية في مواجهة سيان بدة مرقبة بسلطانة، في انتظار آخر المستجدات يعني اللي تخرج بها الجلسة ديال وأطوار الجلسة من المحكمة الابتدائية أمام قاضي التحقيق. شكرا لكم، تحياتي لكم متتابعين من خلال المباشر، أتمنى لكم الصحة والسلامة في انتظار آخر مستجدات بخصوص ملف حمزة مومبيبي وحضور وتأكيد حضور دنيا باطمة رفقة الزوج ديالها أمام المحكمة هنا محكمة ابتدائية من مدينة مراكش.